الما بتعرفي شغله انه انا كثير ارتحت لك انه هيك علقنا. حاسك عم بعرفك من شي 100 سنه. عن جد وانا كمان هيك حسيت. بس ليكي اذا كنتي حاببتي لهذا الشاب تمسكي فيه، لانه العمر هيك بيخلص كثير بسرعه. معقول يخلص بدون ما نحبه وننبسط؟ هلا honestly انا عم بشتغل على وعدينا الما انه يا رب بدي احكي هلا بضل السر بيناتنا ولا كلمه لانه كثير خطير. ايه والله اكيد اكيد ما بحكي لحدا. في دواء بامريكا عم يعملوا عليه هلا كلينيكال ترايلز، هو بيعالج مشاكل جدار الرحم يلي بتمنع الحبل. ايه سمعت عنه، بده شي 3-4 سنين لسه لحتى يتوافق عليه. ايه هلا ممكن، بس مش هون موضوعنا ابدا. بتعرفي ألما انه انا عملت ريسيرش من بعد ما خلصت تخصص؟ عم بشتغل على دواء عنده نفس تركيبة الدواء يلي عم يعملوا عليه كلينيكال ترايلز بأمريكا. هلا هون عنا بتعرفي بدهم كتير وقت ليبتوا بالموضوع ولا يبلشوا حتى يعملوا تجارب سريرية. ايه جربت الدواء على مريضتي. شو؟ مجنونة انتي؟ انه هيك صار. هلا عارفة أنا إنه أخذنا ريسك و... بس أنا قلت لها إنه ما كذبت عليها، قلت لها إنه هيدي تجربة وفي لها عواقب، بس هي وافقت معي وكانت بتحرس. إيه وبعدين؟ ومش الحال، وهلا هي حبلة وبدها تجيب بيبي. تخيلي. عن جد عم تحكي؟ فظيعة. ما خفتي؟ هلا خفت، اكيد خفت. كنت عارفة انه ممكن هيدا الشيء يوصلني لكوارث بمسيرتي المهنية، بس هيك في شيء حسيت انه لازم اعمله. وهي رفيقتي مشيت معي خطوة بخطوة، وبتعرفي شو قلت لي؟ قلت لي انه هيك انا ما بجيب اولاد، بقى شو بنخسر؟ خلينا نجرب. وجربنا ونجحنا والحمد لله. مصدق.